بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمعت اللجنة المخولة لعائلة أبو ركن وبحثت في موقف العائلة بالنسبة للانتخابات الجولة الثانية لرئاسة المجلس المحلي، وخرجت بالقرارات التالية: يعطى الحق لكل فرد من أفراد العائلة أن يدلي بصوته وفق قناعته الشخصية دون إلزام أو توجيه من العائلة لأي من كلا المرشحين. كل إعلان آخر لأي شخص آخر يناقض هذا القرار لا يمثل العائلة، وإنما يمثله بشكل شخصي. باحترام، لجنة عائلة أبو ركن.